تقول إذا نسيت وأكلت شيئا من الطعام وأنا صائمة تطوعا أو قضاء، فهل الصيام صحيح؟ إذا كانت متعمدة لأكل الطعام وهي صائمة فإن صيامها يبطل، لأن الله جل وعلا حرم على الصائم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من أهل الصيام. قال تعالى: وكلوا الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ألا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب أو يعمل شيئا من المفطرات متعمدا؟ أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه، ولكن عليه أن يمسك إذا ذكر أو ذكر أنه صائم، يمسك عن الأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. هذا في حق الناس. أما المتعمد فإنه يبطل صيامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.